طب انت لما الوالد توفى كنت خدت قدر قد ايه من التعليم؟ يعني اتعلمت ولا ما اتعلمتش اصلا؟ لا انا اتعلمت. اتعلمت لغايه سنك ايه؟ لحد الثانويه اتعلمت. يعني بتعرف تكتب وتقرا؟ طبعا. طب انت كان نفسك لو كان قدامك ان انت تختار كليه كنت هتبقى تختار كليه ايه؟ لو عمر كمان كان هيدرس. انا مش غاوي تعليم عشان ما اكدبش عليك. لا يا عمر ده انا فاكرك هتقولي انا كنت عايز اخش الجامعه. لا لا انا بحب اشتغل. ها بحب اشتغل ما جدا. ما كنتش مش شطار في التعليم صح؟ كم كحكة كنتش شطار في التعليم بس كنت عايز تشتغل على طول. انا اشتغل على طول. إيه لو كان حد اداك حرفة عملتها مش عارف ايه ده كان يبقى احسن لك من انت تتعلم. انا من نوع الناس ما بحبش اشتغل بدماغي احب اشتغل بايدي. ما كنتش هتقول عايز المعهد الموسيقى العربية؟ روحته بس ما رضوش يدخلوني بالدبلوم. فدرست شوية دراسات حرة. يعني لو كان قدامك فرصة انك تدرس ده وحاجة بتحبها الواحد لما يدرس حاجة بيحبها ده الحاجة الوحيدة تماماً. ده الحاجة الوحيدة اللي انا كنت اتمنى اخشها اكاديمي. طب وقولي بقى لما الناس تيجي تقول مثلا يا عم ده مش متعلم يا عم ده مش الشهادة بتمثل ايه بالنسبة لعمر كمان؟ لا الشهادة حاجة كويسة بس الشهادة مرحلة ما اقفش عندها. يعني في شباب كتير جدا انا الدنيا والشارع علمني كده الشهاده اخد الحلو منها اللي اتعلمته منها بعرف اقرا بعرف اكتب. بس لما تيجي تتقدم في مجتمعنا الشرقي مثلا او في مصر يقول لك هالمؤهل ايه؟ لا ما يعجبنيش. يعني لما حد يقول لك عمره ما هيتجوز دكتوره الدكتوره عايزه دكتور المهندس عايز مهندس. بص عموما الراجل ما يعبوش لا شهاده ولا جيب ولا كان. الراجل بقى الراجل يعيب ان هو مش ابن ناس. الله. مش بتاع ربنا. مش متربى. مش جدع. انسان جاحد مش حنين. اي بخيل. لا الراجل يعيب حاجات كتير قوي غير جيبه وغير شهادته. يا فرحتي واخد شهاده بس انا انسان مش كويس مش براعي ربنا في الانسان اللي انا فيها. تتفاهم وجهه نظري. هو ده انا راجل واثق في نفسي جدا الحمد لله ومفيش حاجه تعبني. انا شايف ان مفيش حاجه تعبني الحمد لله. بس لو جيت قلت لك كده عمر كمان بيقعد يقول انا حظي وحش في الحب. حظك وحش في الحب والارتباط؟ جدا بصراحه. ليه؟ انا فلحت في كل حاجه الا ده خالص. انا انسان واسع الحيله في كل حاجه في حياتي الا ده بجد. مش كنا عاملين نتكلم انا وانت تحت الهوا بنقول ايه انه تحت التسجيل بنقول طب لو ماما جابت لك عروسه هتعمل ايه؟ لا مش هتمشي معايا. عمر ما جت قالت لك مثلا بنت طنط عفاف ده انا عندي ليك عروسه استنى يا عمر نروح نقابلهم لو ما عجبتكش امشي. لا ايوه ما عملتش ولا زياره من دول قبل كده؟ لا عمري. امي مش هتعمل كده. امي اصلا انا كبير البيت يعني مش سنة بس انا كبير. انا هو الكبير اللي بيصرف يعني لما بتقول ده كبير البيت اللي بيصرف يبقى ليه كلمه؟ بساعد ليه كلمه بساعد البيت كله طبعا. اكيد انا اكتر واحد بيساعد. فامي عارفه ان عمر دماغه كبيره عارفه ان عمر يوم لما يختار هيختار كويس. انا اختياري ليه مش هيعجبه لان ابني لف وراح وشاف وكده وعارف هو هيختار على خبره او كده. طبعا. بس فامي لا مش بتدخل بتقول لي زي كده بالظبط عايزين بقى يا ابني انا اشيل لك حته عيل يا عمر هتفضل قاعد لحد امتى طب؟ لا انا عايزك تستقر عشان انت عمر تعبان. مين بيغسل لك هدومك؟ مين بيعمل لك اكلك؟ لما تيجي عند البيت تقعد يومين مثلا انا بشتري اكل تكوي من بره كلهم ليه وجبه معينه كده اشتري الصبح وطول الناس بتاخد منك فلوس كتير قوي وليه اعمل لك انا اللي هم بيعمله لك ده؟ ده شويه سلطه وشويه مش عارف اسمها سيزر كده ياخدوا منك هي على طول كده. عايز اطمن عليك عمر عايز اقول لهم والله لسه النصيب ما جاش يعني.